أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. فاينانشال تايمز تقول إن أوكرانيا مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن القرم إذا نجح الهجوم المضاد. واشنطن بوست تشير إلى أن قضية ترامب الجنائية في نيويورك قد تتعارض مع حملة انتخابات 2024. بوليتيكو تقول إن الصين ترفض جهود واشنطن لاستئناف الاتصالات رفيعة المستوى. كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يؤكد استعداد بلاده لإجراء حوار مع روسيا بشأن مستقبل جزيرة القرم. صحيفة فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان أوكرانيا مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن القرم إذا نجح الهجوم المضاد. قال كبير مستشاري الرئيس فلاديمير زيلينسكي لصحيفة فاينانشال تايمز إن كييف مستعدة لمناقشة مستقبل شبه جزيرة القرم مع موسكو إذا وصلت قواتها إلى حدود شبه الجزيرة التي تحتلها روسيا حالياً. وبحسب الصحيفة فإن تصريحات نائب رئيس مكتب زيلينسكي هي أوضح بيان على اهتمام أوكرانيا بالمفاوضات منذ أن قطعت محادثات السلام مع الكرملين في أبريل الماضي. وترى الصحيفة أن التصريحات قد تخفف الضغط على المسؤولين الغربيين الذين يشككون في قدرة أوكرانيا على استعادة شبه الجزيرة ويخشون من أن أي محاولة للقيام بذلك عسكرياً قد تدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى تصعيد حربه وربما استخدام أسلحة نووية. ذكر نائب رئيس مكتب زيلينسكي أن الرئيس ومساعديه يتحدثون الآن على وجه التحديد عن شبه جزيرة القرم، حيث يقترب الجيش الأوكراني من شن هجومه المضاد لاستعادة الأراضي. وأوضح أن الاتصالات الوحيدة المعروفة بين كييف وموسكو هي التفاوض بشأن تبادل أسرى الحرب وإعادة الأطفال الذين تم ترحيلهم قسرا إلى روسيا. وحول التوتر المتصاعد في المسجد الأقصى نتابع أبرز ما تناولته الصحف. الغارديان تتحدث عن الجرحى الفلسطينيين بعد اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى مرة أخرى، حيث تأتي المواجهات بعد ساعات من اعتقال وإبعاد أكثر من 350 فلسطينيا في مداهمة أخرى للشرطة. واشنطن بوست تتساءل لماذا تؤجج الغارة الإسرائيلية؟ إذن نبقى دوما مع صحيفة الواشنطن بوست التي تتساءل لماذا تؤجج الغارة الإسرائيلية على المسجد الأقصى التوترات. أما وول ستريت جورنال فتقول إن التوتر تصاعد بعد إطلاق النار عبر الحدود بين مقاتلي غزة وإسرائيل، حيث يأتي تبادل إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الأقصى أكثر المواقع المقدسة حساسية في القدس. مجلة التايمز تشير إلى أن اشتباك الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين في القدس يثير مخاوف من تفاقم العنف. نيويورك تايمز تقول أن أطلاق الصواريخ من غزة كان بسبب مداهمة الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس. القضايا الجنائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تتعارض مع حملة ترشحه للرئاسة مرة أخرى. صحيفة واشنطن بوست أوضحت المسألة في تقرير بعنوان قضية ترامب الجنائية في نيويورك قد تتعارض مع حملة 2024. نقلت الصحيفة عن القاضي الذي يرأس قضية دونالد ترامب الجنائية قوله إنه يعتزم التحرك بسرعة في القضية، ولكن بين نظام محاكم نيويورك البطيء وميل ترامب للضغط من أجل التأخير في المسائل القانونية، يتوقع المحللون استمرار القضية واصطدامها بالحملة الرئاسية لعام 2024. وبحسب الصحيفة سوف تمر عدة أشهر قبل أن يعود الرئيس السابق
الذي يترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى إلى المحكمة لمواجهة 34 تهمة بتزوير السجلات التجارية ضمن لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع. تقول الصحيفة أن محامو ترامب أمامهم مهلة حتى أغسطس لتقديم طعون في القضية المتهم فيها بإخفاء مدفوعات لممثلة أفلام إباحية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، موضحة أن عملية تقديم الطعون قد تتزامن مع المناظرة الجمهورية الأولى للموسم الابتدائي والتي من المقرر أيضاً إجراؤها في أغسطس. تشير الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يبدأ ترامب الذي دافع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه في حشد المؤيدين والسفر الأسبوع المقبل للتحدث إلى كبار المانحين للحزب الجمهوري في ناشفيل وفقاً لمستشاري ترامب. جمدت الصين الاتصالات الدبلوماسية الثنائية عالية المستوى مع الولايات المتحدة في أعقاب حادث المنطاد الصيني، وتتجاهل رغبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إعادة جدول زيارته إلى الصين. مجلة بوليتيكو تناولت الموضوع تحت عنوان الصين تتجاهل الولايات المتحدة. قالت المجلة إن إدارة بايدن ألغت رحلة بلينكين المخططة إلى بكين في فبراير بعد أن اجتاز منطاد تجسس صيني سماء الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين تحاول استئناف المحادثات رفيعة المستوى وإعادة جدولة زيارة بلينكين وإقامة رحلات أخرى لكبار المسؤولين الأمريكيين وتنسيق مكالمة هاتفية بين الرئيس جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بين. لكن وحسب المجلة فإن الصين ترفض الجهود الأمريكية، ويشير محللون إلى أن ذلك قد يكون مرتبطاً بالاجتماع الذي عقد في كاليفورنيا بين الرئيسة التايوانية تساي إنغوين ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي. أوضحت المجلة أن بكين تشعر بالاستياء بشكل متزايد بشأن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان والاتصالات الرسمية التي تقول الصين إنها تشجع العناصر التايوانية الانفصالية. تشير المجلة إلى أن النفور الصيني الحالي مع استمرار العلاقات رفيعة المستوى يؤكد الطبيعة المشحونة للعلاقات الأمريكية الصينية خلال الأشهر القليلة الماضية. الصفحة الأولى مستمرة معكم من الغد وفيها بعد الفاصل. وول ستريت جورنال تقول إن الطائرات الروسية بحاجة إلى صيانة لم يعد بإمكانها الحصول عليها. أهلا بكم من جديد وعودة لموضوع فاينانشال تايمز حول أن أوكرانيا مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن القرم إذا نجح الهجوم المضاد. ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية، أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. دكتور حسن، بداية ما الذي غير من موقف أوكرانيا برأيك لتصبح مستعدة للتفاوض على شبه جزيرة القرم؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. هو حقيقة يعني بعد عام من الصراع وعدم مقدرة أي من الأطراف من الحسم، هو التغيير على في الموقف الأوكراني هنا مرتبط في إذا، بمعنى أنه إذا تحقق نجاح الهجوم المعاكس الذي سوف تشنه القوات الأوكرانية باتجاه جزيرة القرم، وبالتالي النجاح يعني أن يتم تحرير إما الجزيرة أو أجزاء من الجزيرة، وبالتالي هكذا عمل سوف يحسن موقف أوكرانيا التفاوضي بهذا الجانب. أضف إلى ذلك مسألة الدعم الغربي وكله في هذا الاتجاه، فهي مسألة التفاوض
مرهونة بالنجاح اللي من المؤمل أن يتم تحقيقه في سياق الهجوم المعاكس اللي منذ شهور طبيعي الأطراف تتحدث عنه. منذ شهور وأسابيع الماضية شفنا هنالك دعم غربي ازدياد في تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة، سواء كانت في دبابات بصواريخ بعتاد بكل هذا الجانب. وبالتالي بتقدير الشخصي قد تكون نوعية الأسلحة وكمية الأسلحة التي استلمتها أوكرانيا تساعدها على تحقيق إنجاز معين في القرم أو في أي مكان آخر، وبالتالي تحسين موقفها التفاوضي في هذا الجانب. في هذا الاتجاه أضف إلى ذلك بتقدير الشخصي يمكن دكتور حسن حول هذه النقطة تحديدا، يعني هناك صعوبة، الجميع يعترف بصعوبة لتحرير شبه جزيرة القرم أو لوصول القوات الأوكرانية إليها، ليست بعملية سهلة. هل أوكرانيا، وهنا السؤال، إن كانت أوكرانيا فعلا مستعدة للتفاوض أم أنها تربط الوصول أو يعني نجاح هذا الهجوم المضاد بالمفاوضات لتناور وللحصول على مزيد من الأسلحة والإمدادات لهذه المعركة؟ يعني هي مسألة مبدأ التفاوض الكل يتفق عليه، الروس بدهم يتفاوضوا، الأوكرانيين وسبقوا أن تفاوضوا، كلنا يذكر أنه في بداية الصراع كان في هنالك مفاوضات، لكن المشكلة تكمن في أن كل طرف له شروطه، وبالتالي كل طرف يمكن بيمارس العملية في مسألة اللعبة الصفرية. الروس يتحدثون عن أنه لا مفاوضات على ما تم تحقيقه بهذا المعنى، يعني هنالك حقائق خلقت عرض الواقع، بينما الأوكرانيين يتحدثوا أن المفاوضات يجب أن يكون هنالك وقف إطلاق النار وانسحاب للقوات الروسية. الآن في سياق هذا الصراع وفي سياق المفاوضات، إذا بالنسبة للأوكرانيين أنجزوا إنجاز عسكري على الأرض قد يقوي موقفهم التفاوضي، لكن الآن هل السؤال الآخر، هل الروس في حال أنه تم تحرير القرم أو تم تحرير جزء من القرم، هل الروس أيضا عندهم استعداد على التفاوض؟ فبالتالي هنا بتقدير الشخص هنا مسألة شرطية بمعنى إنجاز، لكن ماذا لو تعرضت القوات الأوكرانية إلى هزيمة بهذا الجانب؟ وهنالك الغرب الذي يتحدث عن ضرورة ألا تنكسر أو ألا تهزم أوكرانيا بهذا الأمر، وألا يتم السماح لروسيا بالانتصار، فهنالك واقع معقد، هنالك انسداد حقيقة على 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 أرض الواقع ومسرح العمليات. أي من الطرف سواء كان الأوكراني أو الروسي لغاية الآن لم يستطيع حسم الأمور لصالحهم. من المؤمل طبيعي هذه تمنيات أوكرانية في سياق الإعداد اللي جاري أنه أن تنجز إنجاز عسكري على الأرض بهذا الجانب، وقد تكون هنالك مفاجأة تعتمد على التحضيرات الأوكرانية، تعتمد على نوعية الأسلحة الموردة أو اللي تم تزويد أوكرانيا فيها، وتعتمد أيضا عن مدى استمرارية الدعم الغربي وأداء القوات الروسية بالمقابل. إذا بدنا نقيس على مثلا المعركة الجارية الآن فوق باخموت، يعني باخموت من أسابيع هنالك معارك تدور ولم يستطع أي، يعني روسيا لم تستطع السيطرة الكاملة على باخموت، ولم تستطع أيضا أوكرانيا صد القوات الروسية. فلذلك بتقدير الشخصي، أو قد تكون هذا التصريح نوع من إبداء الرغبة ونوع من بالون اختبار. وهنا أسألك تحديدا، يعني إلى أي مدى يمكن أن يعكس هذا التصريح رغبة أوكرانيا فعلا بالعودة إلى المفاوضات في هذه المرحلة؟ بتقدير الشخصي هنالك رغبة، يعني من هذا التصريح أضف إلى ذلك هنالك رغبة في حديث عن مسألة الوساطة الصينية ومسألة السلام، خطة السلام الصينية، ورغبة أوكرانيا وزعيم أوكرانيا ورئيس أوكرانيا بالتحدث مع الصينيين وكل هذه الجوانب. قد تكون هنالك رغبة، وقد تكون نوع من إبداء المرونة حتى لا يتم توجيه الملامة مثلا لأوكرانيا بأنها هي التي ترفض المفاوضات بهذا الجانب. لكن أنا بتقدير الشخصي مسرح العمليات، الحقائق على أرض الواقع أيضا تفرض نفسها بهذا الجانب. بتقدير الشخصي في مرحلة معينة قد تصل الأطراف الروسية والأوكرانيين إلى ما يسمى في حالة الإعياء، وبالتالي هذا الإعياء يصبح مكلف على الجميع، وقد تفتح فرصة جاذبة لإطلاق عملية سلام. طيب هل هذه
هذا الاستعداد الأوكراني للتفاوض وإن كان على شبه جزيرة القرم في المرحلة الأولى يهدئ من مخاوف الغرب من أي تصعيد نووي روسي؟ هلا مسألة التصعيد النووي احتمالية قائمة لكنها بتقدير الشخص ضعيفة بهذا الجانب بهذا الاتجاه. شهدنا الصراع شهد تصعيد في السياق التقليدي في مستوى الأسلحة اللي دعم في اللي تم تزويد أوكرانيا فيها بكل هذه الجوانب، لكن بتقدير الشخص أي من الأطراف حتى بما فيها روسيا لا ترغب بأن يكون هنالك نوع من التصعيد النووي، وإنما يتم استخدام مسألة النووي والحديث عن النووي بتقدير الشخصي كتكتيك للتأثير على الأطراف، لزيادة مثلا التأثير الروسي، لخلق انطباع بأن هنالك كارثة محدقة لابد أن يتم تلافيها من خلال المفاوضات. لكن الكل يعلم بأن مسألة الخيار النووي وخيار نهائي مدمر لكلا الطرفين بهذا الجانب بهذا الاتجاه، لكن في سياق المفاوضات وفي سياق النزاعات في بعض الأوقات يتم الحديث عن تهديدات معينة هدفها خلق نوع من الردع، هدفها خلق تحريق المياه الساكنة والتحذير من أن إذا استمر النزاع وتطور سوف يكون هنالك كارثة شاملة محدقة تصيب الجميع. أشكرك من عمان الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. تسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في منع حصول طائراتها على الصيانة اللازمة مما يثير مخاوف بشأن السلامة. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت الموضوع تحت عنوان الطائرات الروسية بحاجة إلى صيانة لم يعد بإمكانها الحصول عليها. ووفقا لتحليل أجرته الصحيفة فإن روسيا لديها وصول محدود إلى الأجزاء والبرمجيات والمهارات التقنية اللازمة لإجراء الصيانة المهمة لمئات الطائرات التجارية، مما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة بين المديرين التنفيذيين والمنظمين في الصناعة. تقول الصحيفة إن الأيام التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 أغلقت العديد من الدول الغربية المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، كما فرضت بروكسل وواشنطن على موسكو سلسلة من العقوبات والضوابط أو ضوابط التصدير التي منعت توفير قطع الغيار وغيرها من الخدمات والتقنيات لأسطول الطائرات التجارية في البلاد. نقلت الصحيفة قول البنك المركزي الروسي إن الطائرات الغربية تحمل 97% من إجمالي حركة الركاب الروسية، وتحتاج هذه الطائرات الحديثة عادة إلى تحديثات متكررة على البرامج لاستكشاف الأخطاء وأصلاحها والصيانة، بالإضافة لحاجتها لقطع الغيار لاستبدال المكونات القديمة أو التالفة. حسب الصحيفة قال المسؤولون الغربيون إنهم استهدفوا القطاع على وجه التحديد لأنه ركيزة أساسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشدة على المساعدة الغربية. ولأكثر من عام منعت العقوبات الأمريكية والأوروبية الناقلات الروسية من أي اتصال مع الصانعين الغربيين للطائرات وشركاء الصيانة والعديد من الموردين للأجزاء الرئيسية للطائرات. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز العناوين. فاينانشال تايمز تقول أن رحلة تاي إنغ وون إلى الولايات المتحدة تعمق الانقسام السياسي في تايوان، وتوضح أنه أثناء زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة كان سلفها في الصين، حيث يناقش الحزبان الرئيسيان في البلاد أي قوى عظمى تقف إلى جانبها. الغارديان تشير إلى أن ترامب ما زال هو الجمهوري الأكثر شعبية على الرغم من لائحة اتهامه، فبعد ساعات من مثوله أمام المحكمة لتهم جنائية كان من الواضح أن الحسابات السياسية الأساسية للرئيس السابق لم تتغير. بولندا تتعهد بإرسال المزيد من الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا حسب فاينانشال تايمز، حيث يأتي الدعم العسكري الإضافي في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأوكراني وارسو.
نيوزويك نقلت عن الاتحاد الأوروبي أن الصين لديها واجب أخلاقي للمساعدة في وقف الحرب الروسية في أوكرانيا. الاندبندنت تناولت أول لقاء رسمي بين أعلى مسؤولين دبلوماسيين في السعودية وإيران منذ أكثر من 7 أعوام تحت عنوان لقاء نادر بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بكين. يدور ارتباك في أروقة الناتو حالياً مع تكهنات حول هوية الرئيس الجديد للحلف خلفاً للرئيس الحالي يانس ستولتنبرغ، والذي ستكون نهاية فترة رئاسته للمجموعة الأمنية في سبتمبر. مجلة بوليتيكو تناولت الموضوع تحت عنوان حلف الناتو يكافح في زمن الحرب لاختيار رئيس جديد له. ذكرت المجلة أن اختيار أمين عام لحلف شمال الأطلسي الناتو يأتي صاخباً وحساساً ويحظى باهتمام شديد هذه المرة، لأن الحرب في أوكرانيا ألقت بتبعاتها عليه بشدة. ولفتت بوليتيكو إلى أنه توجد شائعة تدور في بروكسل حول إمكانية أن تقوم فوندرلين رئيسة المفوضية الأوروبية بإدارة الناتو. أوضحت المجلة أن هذه الإشاعة تبدو منطقية، ففوندرلين تتمتع بعلاقة عمل جيدة مع واشنطن، وهي وزيرة الدفاع سابقة، وبصفتها رئيسة للمفوضية الأوروبية فإن لديها خبرة في العمل مع معظم رؤساء حكومات الناتو، وبالإضافة إلى ذلك إذا تم اختيارها فستصبح أول قائدة للتحالف على الإطلاق. أشارت المجلة إلى أن وظيفة الأمانة العامة للحلف أصبحت فجأة حساسة سياسياً وذات مكانة عالية، ما يوضح إلى أي مدى أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تغيير الناتو ومن يمكنه قيادته. وسلطت الحرب الضوء على التحالف، وأصبح الحلفاء أكثر حذراً بشأن من يريدون أن يتحدث نيابة عنهم على المنصة. باتت منصة تويتر في مرمى النيران بعد توجيه اتهامات لها بالرضوخ إلى ضغوطات الحكومة الهندية لمنعها عشرات الأشخاص المعارضين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من استخدام المنصة. صحيفة الغارديان تناولت الموضوع تحت عنوان تويتر متهم بممارسة الرقابة على معارضي مودي في الهند. تقول الصحيفة إن موقع تويتر اتهم بالانصياع لضغوط الحكومة في الهند من خلال منع عشرات الصحفيين والسياسيين والنشطاء البارزين من استخدام منصته في الأسابيع الأخيرة. وحسب الصحيفة فقد أصدرت الحكومة الهندية أخطارات إلى تويتر بحظر أشخاص بعينهم في أعقاب قطع الإنترنت في ولاية البنجاب الهندية. بحسب الصحيفة وافق تويتر على حظر أكثر من 120 حساباً، منهم حسابات ترجع إلى عدد من الصحفيين والشخصيات العامة وأعضاء بالبرلمان الهندي. كما قام موقع تويتر بحظر حساب مكتب بي بي سي في البنجاب. اتهمت منظمة فريدوم هاوس حكومة مودي بدفع الهند نحو الاستبداد، وخفضت المنظمة في عام 2021 مكانة الهند من حرة إلى حرة جزئياً. وتقول الصحيفة إن الهند التي تعد ثالث أكبر سوق لتويتر بعد الولايات المتحدة واليابان أثبتت أنها واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها منصة تويتر. ورداً على تغريدة حول ممارسة المنصة للرقابة في الهند، غرد إيلون ماسك مالك تويتر قائلاً إنه غير قادر على إصلاح كل جوانب تويتر في جميع أنحاء العالم بين عشية وضحاها. إلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.